رجل أتى إلى مكة وعمل عمرة ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ولم يحرم، فما عليه؟ وهل يشترط الإحرام من مكة؟ إذا كان يوم يرجع من المدينة ما نوى عمرة فلا حرج عليه، إذا كان في رجوعه من المدينة إلى مكة لم ينوي عمرة فلا حرج عليه لكونه لم يحرم. الإحرام إنما يكون لمن نوى العمرة. نعم.